العملية، لأن حجم العمل وحجم الجهد وحجم طبعا الإنفاق على هذه المشروعات يعني ممكن يكون كبير. ولكن يمكن احنا حريصين، وكنت حريص في هذا العرض، ان احنا بنستطلع آراء منهجية احنا دلوقتي بنحاول نتبعها وبنعرضها بمنتهى الشفافية. واحنا هنا تعمدنا في العرض اللي انا هوريه لحضراتكم في استطلاع الآراء ان بنستطلع آراء المواطنين اللي لسه في اماكن لم تتد اليها التنميه، وعلى الاخص في القرى اللي المفروض انها تدخل في المرحله الثانيه والثالثه، عشان نحس بقد ايه اللي لسه ما زال هناك جهد كبير جدا الدوله محتاجه انها تبذله في خلال الفتره الجايه وباسرع وقت ممكن، عشان نخفف من معاناه اهالينا اللي ما زال عمليه التطوير لم تصل اليهم. ولكن هنا يعني الحقيقه ده بيدي يعني مستوى الرضا عن الخدمات والانطباع اللي موجود في الحتت اللي تم فعلا تنفيذ فيها التنميه، وبعض اللي لسه ما تمش فيها التنميه، عشان نوري ان ازاي الانطباع بصوره عامه بقى موجود. طبعا يعني اللي احنا حاسينه ان ابتدى يبقى نسبه الرضا عن مستوى التعليم في تزايد، ولكن ما زال طبعا هناك تحديات احنا عارفين كويس قوي ان احنا لازم نواجهها. على مستوى التعليم العالي، الحياة الدولة أنفقت ما يقرب من 5 مليار جنيه على أساس أنها تزيد من عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، وأيضاً أنها تنشئ العديد من المعاهد الحكومية وأيضاً والخاصة. ويمكن الحقيقة ده نموذج من صور المشروعات الكبيرة اللي الدولة النهاردة بتنفذها، ويمكن زي ما حضراتكم شايفين حجم هائل من الكليات والمعاهد وتطوير اللي قائم منها. ويمكن أهم وأحدث جامعة النهاردة سعداء انها دخلت الخدمة هذا العام الدراسي هي جامعة المنيا الاهلية، كواحدة من الجامعات اللي النهاردة وجه سيادة الرئيس انها تبنى في اسرع وقت ممكن علشان توفر خدمة تعليمية مميزة لابناء مصر في كل المحافظات. في مستوى الرعاية الصحية الحقيقة كان تحسين مستوى الخدمة ده اهم حاجة وشغلنا الشاغل، وتنفذ حجم كبير جدا من المشروعات سواء في انشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحيه، وتجاوزت يعني التكلفه النهارده حوالي 7 مليار جنيه، ده بالاضافه للمشروعات اللي بتتعمل جوه حياه كريمه. فاحنا بنتكلم النهارده وايضا المستشفيات الجامعيه. وهنا يمكن انا حابب ان انا احط رقمين مهمين جدا. ان اللي استفاد ان تكلفه يعني اللي كان نصيب المنيا من تكلفه العلاج على نفقه الدوله في 2014 كانت 141 مليون جنيه. السنة اللي فاتت كانت 500 مليون جنيه، يعني بتضاعفت ل 250%. وأيضا عدد اللي تم علاجهم من خلال المبادرة الرئيسية القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كانوا 78 ألف حالة في 2014، وصلنا إلى 150 أو 147 ألف حالة في 22. وده حجم العمل والجهد اللي الدولة المصرية عملته علشان نستهدف أن يبقى عندنا مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى في كل المحافظات والمراكز. وهنا يمكن زي ما حضراتكم شايفين مش فقط المستشفيات العامة، ولكن أيضا المستشفيات المتخصصة زي الكبد وزي مركز أورام المنيا. ولكن في نفس الوقت احنا نعي ان ما زال هناك تحديات على مستوى الريف وعلى مستوى تطوير الوحدات المحلية وعلى مستوى بعض الخدمات اللي ما زال أهالي المنيا بيقولوا احنا ما زلنا مع كل التطوير اللي بيحصل ما زال عندنا بعض التخصصات يعني محتاج ناقصة، وبنضطر ان احنا نسافر لبعض المحافظات القريبة او للقاهرة علشان نبقى موجودين. ما زالت القرى اللي موجودة في حياة كريمة المراحل اللي لم تتد لها عملية التنمية ما زالوا بيقولوا احنا محتاجين نطور الوحدات الصحية بتاعتنا. فاحنا بنأكد من خلال هذه الاستقصاءات والاستطلاعات ان مشوارنا لسه طويل، وان الدولة المصرية زي ما كان سيادة الرئيس بيقول اذا كنا بنقول ان احنا صرفنا 7 تريليون جنيه على مدار الفترة اللي فاتت في المشروعات، مصر محتاجة 70 تريليون عشان تبقى كل مواطن فيها فعلا